دي صورة المقطم الآن. يعني الأمور تبدو هادئة، في حركة سير يعني شبه طبيعية حول مكتب الإرشاد، في تراجع في أعداد المتظاهرين، نتمنى الهدوء والسلامة للجميع، لكن الدعوات ما زالت مستمرة للحشد يوم الجمعة القادمة. وكما قال الدكتور أبو الغار أن شباب الجبهة قد قرروا النزول والذهاب إلى للتظاهر يوم الجمعة القادم أمام المقطم. العلاقات مع الغرب كان المفترض أن الجبهة وأن المعارضة وهي التيار الليبرالي أن تكون الأقرب للغرب، أنها تعبر عن الحريات، تعبر عن حقوق المرأة، عن الحقوق الاقتصادية، لكن الحقيقة بتلام الجبهة أنها ليست الأقرب. دكتور أحمد، كاري مثلا لما جه، هل أنتوا رفضتوا المقابلة ولا حصل؟ لا إطلاقا، بس عشان أبقى يعني واضح وصريح في هذا الأمر، ما ينفعش أن احنا نرفض مقابلة جون كاري وزير خارجية أمريكا. أمريكا لاعب أساسي في المنطقة ودولة عظمى وبتحرك ولها وفي إيديها كروت كتيرة جدا. براجل ما بفهمش السياسة لو أنا مش عايز أقعد مع كاري. وبعدين إحنا قعدنا مع جون ماكين لما جه، وهو كسيناتور، النهاردة كاري جاي كوزير خارجية مش جاي كسيناتور، فوضعه أقوى. هو بس اللي حصل إن إحنا لم يتم التعامل معنا كجبهة إنقاذ. يعني لما جه جون ماكين طلب منا تشكيل الوفد بتاعنا، ورحنا حوالي من 6 أو 7 أشخاص، وقعدنا مع جون ماكين لمدة حوالي ساعة إلا ربع، والراجل حتى قال لنا أنا عندي 25 دقيقة. لما قعدنا وابتدينا نتكلم وكلمناه في الدستور وكلمناه في اللي بيحصل في البلد، قعد معنا حوالي 50 دقيقة، يعني ما قامش. مفروض ان كان جون كاري، احنا اكتشفنا انه تم دعوتنا كرؤساء احزاب لوحدينا كده مش كجبهة انقاذ، ووجدنا ان العملية هترسي كلها على مثلا 3 ساعة أو 10 دقائق. انما فكرة ان انا اقعد مع وزير خارجية الولايات المتحدة طبعا ما ينفعش، الا لازم اقعد معايا. انتوا حاسين بالتقصير يا دكتور تجاه عرض وجهه نظركم؟ طبعا، بس التقصير مش هو سبب المشكله كلها. انا في تقديري ان السياسه الاستراتيجيه الامريكيه، الثينك تانك الامريكي، قرر انه عاوز الاخوان المسلمين، وده قرار بقاله مده، مش من دلوقتي، بقاله فتره ولقوا الوقت المناسب. فالبيت الابيض لغايه هذه اللحظه بيؤيد الاخوان المسلمين وبيؤيد الدكتور مرسي تماما، وهم يعتقدوا ان هم اكتر الناس اللي يقدروا يعملوا استقرار في مصر ويحفظوا امن اسرائيل. طبعا ثبت حاليا وكل يوم بيثبت ان مفيش استقرار في مصر، الدنيا عماله تبوظ وتبوظ وتبوظ، وان سيناء بوضعها الحالي مع وجود الجهاديه السلفيه والارهابيين اللي موجودين دول، ولا هيبقى في امن لسيناء ولا لمصر، وممكن تبقى تربوة جديده. اما امريكا الاخرى بقى، امريكا الكونجرس وامريكا الصحافه وامريكا الشعب، مش موافق على هذه السياسه. وكل يوم المعارضه بتزيد لسياسه اوباما على هذا الموضوع. اوروبا مختلفه، اوروبا مش واخده نفس الموقف التأييدي للسياسه. عشان وقتي تقريبا انتهى، كلمات اخيره يا دكتور، وانا اعتقد كنت عايز تقول حاجه على الاقتصاد وعلى انا شايف ان هم بيدمروا الاقتصاد بالقرارات بتاعتهم دي. يعني كل يوم يوقفوا حد ويمنعوا حد ويمنعوا سفر ويعكوا عك بدون اسباب واضحه، يعني بصراحه حاجه قاتله. عاوزين يموتونا ويموتوا الشعب ويموتوا الاقتصاد. دكتور احمد، كلمة. انا شايف ان يعني النقطه الاولانيه اللي حضرتك اثرتيها للمعارضه، لا، المعارضه ليها رؤيه والمعارضه تقدر تغير حاجات. وبقول ان النهارده للنظام الحاكم، وبقول للشعب المصري، اذا ما نظرنا النهارده، هل الناس حاسه بالامن؟ هل الناس حاسه بالامان؟ هل المواطن الغلبان حاسس ان حاله اتحسن ولا اتدهور؟ احنا كمعارضه شايفين رؤيه للكلام ده كله، عندنا رؤيه للتعليم، عندنا رؤيه للصحه، ومش عيب ان انا اقول هذا الكلام. هل المسيحيين في مصر عايشين في امان اكتر من الاول، ولا كانوا الاول عايشين في امان لما كانوا برضو بيعترضوا على نوع من انواع التفرقه؟ هل الحاجات دي كلها موجوده؟ لا، احنا شايفين ان احنا كمعارضه لو موجودين الحاجات دي كلها هتتغير. المشكله من وجهه نظر حضرتك ان نظام الاخوان المسلمين او نظام الاخوان مش قادر يفهم ان هذه الثوره ما قامتش اعتراضا على نظام حسني مبارك. الثورة دي قامت اعتراضا على نظام الحكم الرجل الواحد اللي بدأ من سنة 52، وعدم الإقصاء لأي حد. احنا فاهمين كويس قوي ان البلد بلد السلفي، بلد الإخواني، وبلد اليساري، وبلد الليبرالي، هي بلدنا كلنا. ولو هم مش قادرين يفهموا المعادلة دي، واضح جدا ان هم مش قادرين يفهموها لغاية دلوقتي ويجمعوها، ان احنا لو في الحكم النهاردة ما نقدرش نقصي اي حد. ف
فخليه يستمر بالطريقه دي، وزي ما بيقول الدكتور ابو الغار هتقع البلد كلها معاه، لكن ان شاء الله مش هتقع، ان شاء الله مش هتقع. بشكركم دكتور ابو الغار، دكتور احمد سعيد. قبلت استقاله وزير الدوله للشؤون القانونيه السيد عمر مستشار عمر سالم، واضيفت الحقيبه لحقيبه وزاره العدل وزير الشؤون القانونيه، ده اللي مسؤول عن مجلسي الشعب والشورى وايضا الشؤون القانونيه. ده كان اخر خبر عندنا، نتقابل بكره ان شاء الله، بكره نحتفل معا بعيد الام. اشكركم، وهذه لميس الحديد، تحييكم، تصبحوا على خير.